ينتقل كوكب الزهرة من برج العقرب المائي إلى برج القوس الناري، ويمكث فيه حتى الساعة 10:43 من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 من تشرين 2 نوفمبر. سيشعر مواليد برج القوس خلال الأسابيع المقبلة بتحسن يطرأ على مظهرهم الخارجي وبقوة العاطفة وتجاوب أحبائهم معهم. يفضل أن يركزوا في ملبسهم خلال هذه الفترة على اللون الأزرق مجدبة للحظ. يستفيد معهم عاطفيا مواليد الأبراج التالية: الحمل، الأسد، الجوزاء، الميزان، والدلو، وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج القوس. من لديه الزهرة في القوس لا يكون متطرفا في عاطفته كما هو حاصل لدى الأشخاص الذين تواجدت الزهرة في العقرب ساعة ولادتهم. لا تبرز لديه قوة الرومانسية، بل تأتي العاطفة لديه بشكل اعتيادي عفوي غير معتمد، فهو ينزع دوما إلى حريته واستقلاله. أثناء مكوث الزهرة في القوس ستشكل زاويتين مع الكواكب الرئيسية وهي على التوالي، فتصادفنا أولا زاوية التربيع الصعبة مع كوكب نبتون، تصل ذروتها في الساعة 12:05 من ظهيرة يوم الخميس الموافق 10 من تشرين 1 أكتوبر. هذه الزاوية تعيد لنا ذكريات مؤلمة من الماضي لها صلة بالناحية العاطفية والجنسية. الزاوية الثانية زاوية تراين مع كوكب أورانوس، تصل ذروتها في الساعة 1:04 من بعد منتصف ليل يوم الأربعاء الموافق 16 من تشرين 1 أكتوبر، وهي تمنحنا الفرصة لعلاقة عاطفية مفاجئة. فيما يلي مغزى وجود الزهرة في القوس لكافة مواليد الأبراج، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. ينشط مواليد هذا البرج في السفر والاتصالات البعيدة والدراسة، ومنهم من يستفيد في موضوع قضائي. الثور يستفيدون ماليا، فيحصلون على مبلغ من تعويض أو شراكة أو ادخار. الجوزاء يعززون علاقتهم بشركائهم، شراكة عمل أو عاطفة. الفترة مناسبة لعقد خطبة أو زفاف أو توقيع عقود تجارية. السرطان يحصل لديهم تقدم في مجال العمل، ويعززون علاقتهم بزملائهم، منهم من يبدأ علاقة عاطفية ضمن مجال عمله ليحذروا من البدانة. الأسد يقف الحظ في صفهم عاطفيا وماليا. الفترة مناسبة لتجربة حظهم، وللنساء من هذا البرج للدخول في الحمل. العذراء يستفيدون في مجال العقارات، منهم من يشتري أو يبيع عقارا بثمن جيد، بوسعهم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنهم وتعزيز الروابط العائلية. الميزان يستفيد الطلاب ابتدائي وثانوي في مجال دراستهم وفي المطالعة والامتحانات وممارسة هواية مفيدة، ومنهم من يشتري أو يبيع سيارة، وبوسعهم تعزيز العلاقة مع الأخوة والجيران. العقرب تتاح الفرصة لمكاسب مالية من عمل إضافي، ومنهم من يسترد مالا يعود له أو الحصول على هدية أو جائزة. القوس يستفيدون عاطفيا وماليا، وينجذب إليهم أفراد من الجنس الآخر. الجدي منهم من يبدأ علاقة عاطفية من وراء الكواليس، ويفضل المحافظة عليها بسرية لئلا تفشل. الدلو يتعرفون على أصدقاء جدد، ومنهم من ينضم إلى أضوية نادي أو جمعية وتكثر نشاطاتهم الاجتماعية. أخيرا وليس آخرا، الحوت يستفيدون في مجال العمل وبالذات في علاقتهم مع المسؤولين. هذه فترة جيدة لمن يبحث عن عمل.
مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجي من تأثير انتقال كوكب الزهرة إلى برج القوس الناري، والله أعلم. الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي لاستلام مشاركاتكم في هذه الفقرة، أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك. عودة للمشاركات ونشوفني على الخط. ألو. ألو. تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بك. من جاي؟ من يمكن أشارك أخي؟ تفضل، على الهواء. من جاي؟ وياك أبو محمد. أهلا وسهلا أبو محمد. يا مواليد؟ مواليد 8. يا يوم يا شهر؟ تاريخ الولادة 24/2. أوكي أبو محمد، حضرتك من مواليد برج الحوت، عندك سؤال محدد أقدر أجاوبك عليه؟ أريد أشوف حالتي العاطفية. أوكي، أنت من مواليد برج الحوت، أرقامك 6 7 8. من ناحية عاطفية الفترة الحالية هي تقريبا تعتبر فترة إيجابية نسبيا لمواليد برج الحوت، على اعتبار أنه الزهرة، هذا الحكي راح يكون لحد يوم الاثنين، بعد يوم الاثنين يعني صاعدا راح يكون طبيعي. بس هذه السنة اللي احنا بها، الشيء الحلو والإيجابي لمواليد برج الحوت أكثر شيء هو الناحية العاطفية. يبتسم الحظ لمواليد برج الحوت عاطفيا وماديا، تكون عندكم فرص كبيرة أو كثيرة من ناحية الارتباط العاطفي، وبالتالي تكون قد تؤدي واحدة من هذه الفرص إلى خطوبة أو الزواج بالنسبة للعزاب، وبالنسبة للمتزوجين يسعدون من إنجاز يتعلق بأحد أولادهم، أو مثلا اللي يعني عنده مشاكل لا سامح الله في مجال الحمل أو الإنجاب من مواليد برج الحوت، تكون عندهم فرصة إيجابية للدخول في الحمل أو الإنجاب. فهذه السنة أيضا تبشر بخير في هذا المجال بوجه خاص. سؤال آخر. ممكن نشوف يعني فرصة العمل مالي؟ العمل الفترة الحالية اللي راح تبدي عندك من يوم الاثنين وصاعدا فترة جدا إيجابية، هي الأنسب خلال السنة، على اعتبار أن الزهرة راح تكون تنتقل في برج القوس، فبالتالي هي الفترة المثالية لمواليد برج القوس اللي يشتغل يحسن عمله، واللي ما عنده شغل إذا يدور على شغل أو يريد يشتغل، فهاي الفترة المقبلة راح تكون فترة إيجابية إن شاء الله. أشكرك أخي. أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بك. من جاية؟ أنا أي مواليد 1978. يا شهر؟ 21/12. اسمك كريم؟ بخصوص الأولاد والمال. بس اسمحي لي، 21/12. أنا 70. بس أتأكد من برجك. زوجي. أحيان. أوكي. زوجي 13/78. 13/78. الاسم الكريم. اسم حضرتك؟ رشا. بس تعرفين ساعة بيت جاي على الدنيا؟ لا والله ما أعرف. زين. بما أنه ما تعرفين ساعة، الفترة الحالية تعتبر فترة طبيعية، يعني رغم أنه راح تكون الزهرة عندكم خلال الفترة المقبلة، بس بخصوص الأطفال بوجه خاص، أفضل فترة لمواليد برج القوس، أول شيء أنطيك إياه، أول شيء لمواليد برج الميزان راح تكون هسه، إذا تسمعين إن شاء الله من التلفزيون، أفضل فترة للدخول في الحمل، يعني الحمل والإنجاب لمواليد برج الميزان، هي الفترة الواقعة ما بين 5/3/2014، تستمر وياك ويا مواليد برج الميزان لغاية يوم 6/4 أو 5/4 من يعني 2014. أما لمواليد برج القوس فتكون عندكم فرصة أنتوا للدخول الحمل والإنجاب، هي الفترة الواقعة ما بين 3/5/2014 وتستمر لغاية يوم 28/5. هذه الفترة هي المثالية بخصوص الحمل والإنجاب. إذا كنتي تعرفين الساعة فتكون فرص، يعني أنا داخل عفو، تكون يعني ممكن تجي تواريخ غير هذه، بس هي هذه الأنسب
اللي ذكرتك يا ان شاء الله تكون جاوبتك رشا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو مرحبا. مرحبا، اهلا بك، من جاي؟ العفو، انا ايمان من بغداد. 14/8/63. 63 بس يا يوم العفو؟ 13 ل 14 14 14/8. اوكي ايمان، انت من مواليد برج او هذا التاريخ من مواليد برج الاسد، عندي سؤال محدد؟ نعم، اريد ان اعرف ان عن الحاض، ارقام الحاض. ارقامك 1 و5. يعني ان التاريخ او السنه هي ما محظوظه. ارقامك 1 و5، السنه هسه اشوف لك اياها. نعم. دقيقه. 14/8/1963. لا ما عندي شيء من ال دقيقة بالله. الشمس عندك، الشمس مقابل، يعني مسوي زاوية المقابلة ويا كوكب المشتري، فهذا يعطيك شوية صعوبات بحياتك، بس مو معناه انه ما محظوظة، بس اكو صعوبات، بس يعني عادي، يعني مثابرتك واجتهادك توصلين الشيء اللي تريديه، بس ما يعني بس مو يعني مثل ممكن، ما اقول لك يعني انه حياتك جدا صعبة، بس اكو صعوبات. نعم مثل ما تفضلتي، يعني مو محظوظة. لا مو محظوظة، من الارقام انت ارقامك 1 و5، عند الزاوية واحدة. نعم. اللي هي الشمس مقابل المشتري، هي هذه شوية مسوية صعوبات، بس يعني عندي الصعوبات، بس مو هذه اللي انت دد، يعني مثل واحد عنده يعني عنده فد اشياء تأثر اقوى من هاي الزاوية، بس اكو صعوبات. نعم بس مو محظوظة جدا، طبيعية تقريبا نقول. يعني احتمال الطالع مثلا، يعني انا جاية بعد الـ12 بالليل، يعني بين الوحدة والثنتين. لا ما له طالع، ما له علاقة، لا ما له علاقة، خلينا نقول 1:30. لا يعني أنا قلت لك أكو صعوبات صح، بس مو هاي الصعوبة. نعم. يعني مو جدا صعبة حياتك، طبيعية. ولا اليوم 14، يعني رقم 14. لا 14 رقمك 1 و5، 14 هذه يعطيك ذكاء، دماغ نشطة، تفكرين، تحللين الأمور، دقيقين بها، أيضا عندك قوة تركيز وتعبير عن آرائك، ومن النوع اللي تتحركين هواية، وبنفس الوقت خليك إنسانة جدا ذكية، وكواحدة من مواليد برج الأسد إنسانة تتميزين قوة الشخصية اللي هو يعطيك رقم 1، الشخصية القوية، الثقة العالية بالنفس، الاعتداد الكبير أيضا بالنفس، ومن النوع اللي صريح جدا.